من محافظة نينوى العزيزة على قلوب كل عراقي، نفتتح هذه الجلسة اليوم لتوفير الدعم لابناء هذه المحافظة الكريمة، ونرسل رسالة لكل عراقيين أن وجودنا اليوم بالمحافظة هو جزء من خطة الحكومة لمتابعة كل أبناء العراق في كل محافظاتهم. ليس مصادفة أن تكون نينوى مثال للتنوع العراقي الذي هو عنصر قوة في أي مجتمع أو في أي دولة، لكن ظروف العراق الصعبة خلت في بعض الأحيان يكون هذا التنوع مع الأسف الشديد عامل تحدي. اليوم مطلوب من عندنا أن نحول هذا التنوع إلى عنصر قوة حقيقي. إن أرض العراق لتجمعنا جميعا، يجب أن تكون رسالتها للعالم أن هذا التنوع هو جزء من الهوية العراقية التي تعتمد على المواطنة والانتماء للوطني. الأمم التي تحفظ تنوعها دائما هي أمم متحضرة وتكون قوية وأمم حية، ولهذا يجب أن نستفاد من هذا التنوع من نينوى لكي ندعم مستقبل هذه العلاقة بين هذا التنوع. لم يكن يصل التنوع على يوم من الأيام إلى نقطة خلاف، وإنما نقطة التقاء إن شاء الله. هنا على هذه الأرض الحبيبة في نينوى العزيزة شهد العالم واحد من أصعب التحديات وسفر من التضحيات في الحرب على الجماعات الإرهابية والحرب ضد داعش، بجهود أبناء المحافظة وبجهود كل العراقيين وبجهود أصدقاء العراق نجحنا جميعا بدحر هذه الجماعة، وعدنا الحياة لهذه المدينة الخالدة. يجب أن نقدم لهذه المحافظة كل ما نستطيع أن نقدمه. نعم، سوء الإدارة والفساد خلى المحافظة تكون في وضع صعب، وأرجع أكرر، سوء الإدارة والفساد هو من سمح لداعش بأن تحصل على موضع قدم بهذه المحافظة. يجب أن نحارب الفساد بكل قوة ونمنع أي فرصة لهذه الجماعات أن تحصل على موضع قدم عن طريق حفاظة كرامة مواطني نينوى. شكلنا لجنة خاصة لإعمار المحافظة، ووجهنا بوضع خطط وخارطة طريق للنهوض بما دمرته الحرب ضد الإرهاب. بدأنا العمل بمشاريع استراتيجية مهمة في المحافظة، وهذه الزيارة الثانية خلال سنة لمتابعة المشاريع الاستراتيجية، مطار الموصل ومحطة القطار ومشاريع أخرى. أدعو جميع الوزراء والسادة المسؤولين بالاستمرار بالعمل والمجيء إلى محافظة نينوى متابعة المشاريع شخصيا لكي يقفوا على المشاكل والتحديات وتدليل الصعاب. المحبة والاحترام لأهلنا في هذه المحافظة العزيزة، المحبة والاحترام لأهلنا في جميع عموم العراق. نقول من نينوى ننطلق لبعث رسالة أنه سوف نتابع جميع مشاريع التنمية في عموم العراق. الأسبوع الماضي كنا في كربلاء وتابعنا قضية الاعتداء الغاشم على أحد مبدعي العراق، مهندسي العراق الوطنيين، واليوم نقول من نينوى سوف تنطلق عملية متابعة كل مشاريع استراتيجية في عموم العراق. مرة ثانية نرحب بكم، وعلينا العمل بكل جدية لتحقيق ما وعدنا به الناس من مشاريع تخدم المواطن وتحفظ كرامة العراقيين.